أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. مع انتهاء المهلة التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين لقطر لتنفيذ مطالبها، تبرز سيناريوهات عديدة لمستقبل الأزمة، ربما أهمها ثلاثة. أولاها وهو الراجح تشديد الحصار على قطر مع فرض عقوبات إضافية. ثانيها التصعيد العسكري، وهو سيناريو يستبعده الكثير بالنظر إلى المنطقة، أن المنطقة غير مؤهلة له في الوقت الحالي، وأن المجتمع الدولي كذلك لم يغلق بعد الملف أو ملف الأزمة السورية، كما أن المضي فيه يحتاج لضوء أخضر أمريكي. إلا أن السيناريو يستخدم، هذا سيناريو القوة، يستخدم كورقة ضغط نفسي من قبل الدول المحاصرة. ثالث سيناريوهات وهو التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، وهو أمر كذلك يبدو مستبعدا في الأفق القريب في ظل استقراء مواقف أطراف الأزمة. وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت في 5 من شهر يونيو جوان الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر منذ الوهلة الأولى. وبضغط دولي قدمت الدول المحاصرة في 22 من شهر يونيو جوان الماضي إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا يجب على الدوحة الالتزام بها كشرط لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها. وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، وأنها وضعت لترفض. ومع انتهاء المهلة يتوقع أن تسير الأزمة في اتجاه واحد من السيناريوهات المفترضة، وهو تشديد الحصار وصك عقوبات جديدة على قطر، وهو ما تدفع إليه الدول المحاصرة منذ البداية. فرغم أن الجميع كان ينتظر قائمة مطالب تكون خطوة باتجاه الحل، إلا أن إعلان قائمة المطالب نقل الأزمة إلى مرحلة أكثر تعقيدا، حيث جاءت المطالب كما وصفها مراقبون بأنها تعجيزية وتنتهك سيادة الدوحة. هذا فيما يتعلق بخيارات الدول المحاصرة، فما هي خيارات الدوحة لمواجهة سيناريوهات الأزمة؟ هذا السؤال هو محور حديثنا اليوم. أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور حميد الشجني، الباحث في الشؤون العربية والدولية. مرحبا بك دكتور حميد. معي كذلك من تونس عبر خدمة سكايب الكاتب الصحفي شمس الدين النجاز. مرحبا بك شمس الدين. الدكتور حميد، أبدأ معك هذا النقاش فيما يتعلق الآن بانتهاء المهلة. قدمت الدوحة اليوم ردا على هذه المطالب. بداية، ما تعليقك على 13 مطلبا الذي قدمت إلى الدوحة بعد مضي تقريبا أكثر من أسبوعين على بداية الأزمة في 5 من حزيران يونيو الماضي؟ تعليق على هذه 13، ولأنها فعلا تحمل فيها بذور الرفض أكثر منها بذور القبول. يا مرحبا. يعني في الحقيقة أن المطالب يعني من الناحية الواقعية واللوجيكية، يعني عملية المنطق يعني المنطقية هنا، أنه أي بني آدم بيقراها يعني بيعرف بشكل أو بآخر أن الذي وضع هذه المطالب لا أعتقد أن الحكماء في الدول المحاصرة أو دول الخليج، وإنما يعني من يريد أن يوقع المنطقة في دوامة كبيرة لا الخروج منها. يعني تشير أنه من وضع المطالب ليسوا من لا أعتقد من منطقة الخليج أصلا، لا يريد للخليج خير، يكونوا من الخليج او من غير الخليج لا يريدون الخليج او للمنطقه خير، لانه عمليه يعني اذا انت يعني على المثل العربي يعني الشاعر يقول اذا اردت ان تضاع فامر بما يستطاع. تمام، وليس يعني عمليه انك تجيب مطالب يعني القاصي والداني غير القدريين. احنا نتكلم يعني عن قدر، قال القدريين يتكلمون عن انفسهم، ولكن القاصي قبل الداني يعني من اللي عنده عروبه، عنده يعني يعني يهمه مصلحه المنطقه يعني الخليجيه والمنطقه العربيه بشكل او باخر،
ينظر إلى هذه ويستنتج بشكل أو بآخر أن هذه المطالب وضعت كي تزيد الأزمة تعقيدا وكي تزيد الأزمة يعني إيه خروج عن إدارة الحق، إلا إذا كان الواضعون لهذا يعني إيه أرادوا عملية التشدد الكبير كي يخرجوا في الأخير بشيء من المطالب، فيعني فالموضوع يجب أن يكون هناك في حوار قبل أن يكون هناك في حصار. فيعني إيه المفروض كان يوضع هذه المطالب قبل الحصار وتوضع على طاولة المفاوضات، وإذا تم المفاوضات ووصلوا إلى طريق يعني إيه مسدود يمكن التهديد بالحصار وما إلى ذلك. بس عملية فرض الحصار من أول يوم ثم أعضاء مطالب يعني تعجيزية تمام أو غير قابلة يعني إيه للتطبيق، يعني هناك من يريد المنطقة يعني الذهاب إلى أتونات يعني لا يحمد عقباها. إلى الدوحة الآن ينضم إلي من هناك الدكتور محمد مختار الشنقيطي الأكاديمي المفكر الإسلامي. مرحبا بك دكتور الشنقيطي. إذا انتهت المهلة وقدمت اليوم الدوحة أردها على النقاط الدول المحاصرة. بداية بتعليق سريع دكتور الشنقيطي، تعليقك على 13 نقطة أو شرط الذي وضعته الدول المحاصرة لأجل إعادة الدوحة إلى محضنها إلى مجلس التعاون وإلى العائلة الخليجية كما يقال. شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن الشروط 13 التي ظهرت في البداية هي حقيقة مجرد تغطية على ما كانت هذه الدول الذي تقرب في الأيام الأخيرة في بعض التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات والمجتمع القطري هو أن هذه الدول كانت غايتها أصلاً وتغيير نظام الحكم في قطر وليس تغيير سياسات، ولكن حينما نشرت ذلك المسعى بدأت بهذه الشروط وبدأت بالضجيج بإعلامي حول الإرهاب وحول أمور المحاكمية حول قناة السرية غير عن السياسات سياسات أو الغطاء السياسي. لذلك الشروط التي قدمت في البداية لم تكن شروطا يراد بها تصالح بين الدول بقدر ما كانت غطاء لتلك الدول التي تغطي على البشرية فيما سعت إليه ابتداء. أنا أعتقد أن التفاوض الحقيقي بدأ فقط من اليوم أو ربما من الأمس. هناك تسريبات في الصحافة الكويتية خصوصا في صحيفة السياسة الكويتية أن الشروط تم تخفيضها إلى 5 عقاب ما تكون إلى تنازلات شكلية يراد من قطر أن تجعلها محاضرة من دول القطيعة على ما هي وجهها. وطبعا الدبلوماسية في النهاية كل الحلول لابد أن تتضمن شيئا من الحفاظ على ما هي وجهها. دكتور شنقيطي عذرا الصوت لا يصلنا، يصلنا متقطع جدا دكتور شنقيطي، زملاء سيرتبون الامر. شمس الدين نجاز في تونس ارحب بك مجددا. هذه الشروط التي وضعتها الدول المحاصره لقطر وتعامل دوله قطر الى حد اللحظه مع هذه الشروط على المستوى طبعا الداخلي والخارجي كذلك في تونس، كيف تتابعون هذه الأزمة الخليجية وإلى أين يتجه الرأي العام والغالب في تونس؟ إلى دعم قطر واعتبار هذا حصار فعلا وهو نوع من الظلم يسلط على الدولة دولة قطر، أم أن هناك خلافا ربما قد يكون عميقا بالنظر كذلك للفعاليات التي تتحرك في تونس والتي لديها ارتباطات طبعا مختلفة يعني في دول الخليج؟ تحية لك سيد سمير وتحية لكل ضيوفك الكرام. نود قبل كل شيء أن نبين أن الشعب التونسي هو منذ الأيام الأولى كان ضد حصار قطر، وعبرت عن ذلك الجماهير التونسية بطريقتها الخاصة. كذلك الرأي العام التونسي ليس منقسما ولكن هو في معظمه متعاطف ويرفض ما تتعرض له دولة قطر والشعب القطري من مظلمة لم يسبق لها يعني لم يسبقهم إليها أي أحد في هذه المنطقة بخلاف العراق التي حاصرتها الدول الخليجية وحاصرها العالم ككل بدعاوى
لا يعني ليس هذا هو السياق لتكرارها. الشعب التونسي ككل الشعوب العربية تترقب ماذا ستفضي إليه هذه الأزمة، يترقبون كيفية تعامل قطر مع المطالب الخليجية، وإن كانت الكواليس تقول إنها رفضت جملة المطالب وعبرت عن استعدادها للحوار حول بعض النقاط والاستبعاد النقاط الأخرى. الشعب التونسي هو الشعب الذي خرج على بن علي لديكتاتوريته ولقمعه، ولا نظن أن هذا الشعب بكل أطيافه، وإن كان البعض شذ عن القاعدة، لا نظن هذا الشعب سيكون مؤيدا لأي دولة كانت تحاصر دولة عربية أخرى بدعاوى ليس لها أساس من الصحة. واضح. الشعب التونسي شعب يرفض ما تتعرض إليه دولة قطر، ويرفض ما تتعرض يرفض لو كانت السعودية أو الإمارات تتعرض لنفس هذه المظلمة من قطر أو من أي دولة أخرى، كان سيرفضها مثل ما رفض من قبل حصار العراق ورفض. واضح جدا. طيب شمس الدين ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك دكتور شنقيطي، عاد إلينا مرة أخرى. دكتور لم يكن صوته واضحا، يمكنك كذلك أن تواصل في هذه الإجابة في الإجابة السابقة، ولكن نود أن نفهم ما هي إذا كان هناك فعلا حرص على حل الأزمة مع قطر، لماذا وضعت شروط قالت القيادة القطرية أنها شروط وضعت كي لا تنفذ، وقال مراقبون كثر أنها شروط تعجيزية، لماذا توضع شروط تعجيزية؟ من وضعها؟ الدول المحاصرة أم أطراف أخرى ولغاية من؟ الغاية من وضع الشروط 13 ليس حل الأزمة، وإنما كان أقرب إلى الاتزان السياسي والتعريف بالخضاع، أو ربما حتى التغطية على غايات أخرى كانت تسعى إليها دول القطيعة. وهما ذكره وزير الدفاع القطري امس في تركيا هو ان النزعه كان هو سعي لتغيير نظام الحكم في قطر. المساله لم تكن مجرد ضغط لتغيير سياسه بقدر ما كانت نسعى لتغيير نظام الحكم بعد ان يئس السعودي على مدى 20 عاما بتغيير سياسات قطر او حرمانها من الاصرار على حقها السياسي المستقل. انا اعتقد انه المطالبات الحقيقيه بدات من امس فقط، حينما قرانا عن تسريبات الصحافه الكويتيه تقول ان الكويت اعادت صياغه الامور بحيث ان الشروط الان تحولت الى 5 شروط فقط، وهي اقرب الى التنازلات الشكليه التي تحاذر لدول القطيعه على ما يوجهها، ومنها ان تخفض الجزيره نبرتها وليس اغلاق الجزيره، ومنها الدعوه الى ان يخرج قياده تخرج قيادات حماس من قطر، وطبعا هذا امر شكليا وليس اساسيا وليس مشكله بالنسبه لقطر، اذا انتقلوا من الدوحه الى طنطور مثلا. هنالك خطاب عقلاني اكثر. فعندنا اليوم بعض المؤشرات تدل على ان الازمه تسير باتجاه الحل. طيب دكتور قبل ان تغادرنا عندك التزامات اخرى، باختصار شديد لو سمحت، الان ما المتوقع الان؟ هناك ربما تسريبات هنا وهناك عن الرد القطري، لكن ما هي السيناريوهات التي تجهزها قطر للمستقبل هذه الأزمة التي يبدو أنها ذاهبة نحو مزيد من التعميقها وليس نحو الاتجاه اللي هو اتجاه الحل والتهدئة؟ دكتور شنقيطي، يبدو أنه قطع التواصل مع الدكتور شنقيطي. على كل نشكره على هذه المشاركة معنا. محمد مختار الشنقيطي الأكاديمي والمفكر الإسلامي كان معنا من الدوحة. دكتور حميد، فيما يتعلق الآن بالمستقبل، الآن مستقبل هذه الأزمة في ظل طبعا صعوبة أو عدم الإمكانية الاستجابة لكل هذه المطالب، وهناك البعض يمكن النقاش حولها. قطر قالت نحن مستعدون للحوار، وستبقى أهم أسلوبنا هو الاستعداد الدائم للحوار لأنه ليس هناك سبيلا آخر لحل هذه الأزمة. ما الذي يمكن أن تقترحه الآن الدوحة في إطار إبداء حسن النية والبحث الجدي عن حل؟ والله بالنسبة ما تقترحه الدوحة، أعتقد لو كانت المطالب منطقية
كان هناك عملية التباحث حولها، بس عملية المناطق المضالب جاءت بطريقة يعني أيضا فضة، يعني كما يقول الإخوان في الدوحة عملية يعني فرض وصايا على الدوحة، عملية يعني يجب 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 وليس عملية هل من الممكن يعني التفاوض حول أمور معينة. على سبيل المثال الحصر يعني تمام، إذا دخلنا في عملية الشروط التي وضعت مثلا عملية إغلاق القاعدة التركية تمام، كان يعني إيه سيستريح له الشارع العربي بشكل عام إذا كان هناك طرح لإخلاء المنطقة من القواعد الأجنبية تمام، بما فيها القاعدة الأمريكية في قطر والقاعدة بالإضافة للقاعدة التركية. فلا يمكن أن يعني إيه أن تراهن على الشعب القطري أن يخرج القاعدة التركية ويبقي على القاعدة الأمريكية، ولا يمكن أن تبقي على القواعد الأخرى الموجودة في المنطقة، يعني سواء في يعني في الدول الأخرى اللي موجودة، يعني سواء في نور شمال أفريقيا أو في شبه الجزيرة العربية. أيضا في المقابل عملية يعني إخراص من يتكلم في ضد أي دولة من الدول من المعارضين، يعني هذا لم يسبق له، يعني الكلام هذا لم يسبق في تاريخ الدبلوماسية العربية أو الدبلوماسية الدولية، بدليل أن الأخ المسعري محمد المسعري يعيش هنا في لندن ويعني من المعارضين الكبار للنظام السعودي، ولم تستطع السعودية يعني لجمه، وحاولت عن طريق صفقات وما أدرك من الصفقات، ولم تعلن السعودية الآن قد على علاقات مع بريطانيا أو إرسال يعني اسطولها الجوي والبحري لمحاصرة بريطانيا تمام. لا لا، المفروض يكون هناك في واقعية في عملية الطرح. في المقابل لا يمكن أن تشرد على دولة ألا تعطي الجنسية. أنا متفق مع يعني عملية الجنسيات، إعطاء الجنسيات، أن هناك يعني اختراق للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان موجودة في شبه الجزيرة العربية بشكل عام أو في الدول العربية بشكل عام، ليس هناك قانون، هناك يعني عملية ارتجالية. لا. إذا كان يعني الملك ولا السلطان ولا الأمير ولا يحب شخص يعطيها الإقامة في يومه، وإذا كان لا يحبه قد تعيش في هذه البلدان 40-50 سنة وتولد هناك ولا تعطى لك الإقامة. لو كان هناك طرح عملية تشمنجي يعني إيه تسوية أوضاع الإخوان العرب الموجودين ممكن يعني، بس إنك تقول له إيه ما تعطيش جنسية لأحد يعني مش من حقك، هذا فرض يعني بتدخل في السياسة. الموضوع الآخر يعني الذي أكثر يعني يدار حوله الكثير من الجدل يعني هو عملية إغلاق المنابر الإعلامية. من الممكن يعني التفاوض حول عملية يعني صياغة الخبر، عملية عدم الإثارات، عدم الهجوم على بعض، أما عملية بالإغلاق يعني لا يمكن يعني من أي دولة تفرض على دولة أخرى أن تفرض منابرها الإعلامية، لأنه معناته يعني يجب أن تكون إمعة أو أن تكون تابعة، وهذا هو يعني. طيب سأعود لك دكتور حميد شمس الدين نجاز في تونس مرة أخرى فيما يتعلق الآن بما تتوقعه أنت من هذه السيناريوهات. هناك كثير من السيناريوهات المطروحة التي كتب فيها الكثير، منها وربما أهمها أو أقربها هو مسألة تشديد الحصار والخروج بعقوبات أخرى. هناك حديث الآن على أنه في حالة الرفض التام لهذه المطالب هناك عقوبات أخرى، والكلام طبعا منسوب إلى مجلة الأهرام العربي المصرية، المجلة المصرية، تتحدث على أن العقوبات المتوقعة انطلاقا من مصادر عربية رفيعة لم تسمها، أولا تجديد المقاطعة الاقتصادية، تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المحاصرة. هل هذه العقوبات فعلا منطقية بالنسبة إليك، أم أن هناك ربما خطوة خطوة سيقع من أجل المزيد من الضغط، سيقع تنفيذ العقوبات خطوة خطوة وليست جملة واحدة؟ والله حقيقة من قطع العلاقات بين عشية وضحاها في الليل، ومن طالب بمطالب تعجيزية لدولة قطر، لا يمكنك أن تتصور أنه غير قابل لإصدار أوامر، وليس مطالب أنا أسميها أوامر أخرى تصعيدية أكثر من السابقة. الشروط الأربعة أو الأوامر الأربعة التي ذكرتها مجلة الأهرام العربي في مصر نقلا عن مصادر لم تسمها، ومن بينها قامت قاعدة عسكرية في البحرين تجمع القوات المشتركة. أنا لا أستبعد هذه الفرضيات، وإن كنت أستبعد الفرضية الأخيرة وهي قوات عسكرية في البحرين لعدة اعتبارات، لأن المنطقة ككل وخاصة الخليج الآن غير قادر على أن يشهد أي ثورة.
شعبية ولا نقول حرب أخرى. يعني الخليج الآن إذا شهد ثورات شعبية فيمكن أن يكون ستكون هذه الثورات اللبنة الأولى للانقسام واللبنة الأولى لتفتيت المنطقة الخليجية، فما بالك تدخل عسكري في قطر، وإن كان هذا الأمر مستبعد ولكن القطري أعد له، وزير الدفاع القطري أكد أن بلاده مستعدة لكل الخيارات ومستعدة للدفاع عن سيادتها وترابها، وكذلك أكد الوزير أن المطالب أو الأوامر التي أصدرتها هذه الدول الخليجية هي لتغيير سياسة قطر وتغيير سيادة قطر وليست لتغيير السياسة الخارجية لقطر. الآن كنت أقرأ أن الوزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الكويتي عبروا، أو الجانب الكويتي عبر عن ارتياحه من الرد القطري، وعبر عن ارتياحه أيضا من اللين القطري في الرد، ولكن وهنالك تحيط أيضا بهذا الرد، ولكنني أستبعد أن يكون هنالك توصل لأي اتفاق، خاصة وأن هذه الأوامر التي أصدرتها الدول الخليجية إضافة إلى مصر كانت تهدف إلى التصعيد، ولم تكن في يوم من الأيام تهدف إلى تهدئة الأجواء وإلى إعادة المياه إلى مجاريها من الأشقاء العرب. طيب دكتور حميد، يعني هل فعلا أنه الآن ليس هناك من سيناريو في المستقبل إلا سيناريو التصعيد؟ قد لا نصل إلى التصعيد العسكري برغم هناك تهديد بإنشاء قاعدة في البحرين، وستكون قوات مصرية من ضمن أهم القوات التي ستدخل إلى هذه القاعدة، قد لا يرجح الكثير وصول إلى المسألة العسكرية وإن كانت تستعمل الآن كضغط نفسي. الخطوة الموالية بتقديرك مزيد من التصعيد، بقى الأمر على ما هو عليه، ما الذي تراه؟ أنا بالنسبة لعملية العملية العسكرية يعني إيه، وكان ممكنة في 2014، والجانب يعني إيه القطري أحس بالخطر في 2014، الجانب القطري تنبأ القضية هذا وعقد الاتفاقية في 2015 مع تركيا وإيجاد قاعدة تركية، فالآن عملية يعني إيه الموازين ليست مختلة بالشكل الذي يعني إيه تصوره الكثير. في المقابل أيضا هناك حروب المنطقة، حرب اليمن يعني إيه، واشتراك يعني السعودية والإمارات وما إلى ذلك في الحرب في اليمن، المصريين يترددون في أي حرب في أي مكان بعد حرب اليمن يعني تمام. نعم. الأولى فعملية الدخول في يتون حروب الآن ليست يعني إيه بالشكل الذي ببساطة التحدث حولها، لأنه عملية الآن كانت تؤدي إلى حرب عالمية، لأنه عملية إذا دخلت تركيا وأصبح في يعني قتال بين تركيا و السعودية ودول الخليج، القاعدة الأمريكية حيكون مصيرها شو يعني، حتتدخل ولا مش حتتدخل، الروس حيتدخل ولا الإيرانيين حيتدخلوا ولا لا، فالأوراق الآن مشتبكة بشكل أو بآخر. الحل العسكري إذا أنت استبعده أنت؟ الحل العسكري هو معقد جدا يعني، مستبعد حاليا ليس بالسهولة بمكان كما طيب. كان في 2014 يعني. ما الذي يبقى الآن كحل؟ الآن اللي موجود يعني حتى عملية الحظر الاقتصادي والتهديد بالحظر الاقتصادي وتشديد العقوبات أكثر، أعتقد أنهم هم يعني أوريدي يعني بالفعل فرغوا ما في جعبتهم يعني غلغل الأجواء، وهذا بيكلف قدر كثير بالنسبة للطيران، غلغل يعني المنافسة البرية والبحرية وما إلى ذلك، هذا بيكلف كثير القدر الكثير. بس في المقابل قطر لم يعتمد الاقتصاد القطري، إذا رضيت بطريقة أكاديمية لم يعتمد الاقتصاد القطري على الدول المحاصرة الآن. الاقتصاد القطري له استثمارات كبيره جدا جدا في العالم. نعم. الاقتصاد القطري يعني تجارته او تبادله التجاري مع الدول المحاصره انا قليل ومحدود، وبعض الدول يعني تحتاج الى كثير من المعطيات او من الانتاج القطري. على سبيل المثال الغاز. فعملية التهديد من جانب ليس يعني سليم، لأنه الجانبين سيتضرران، وهذا ما نناشد به دائما أنه عملية ترجيح العقل لأن الكل مغلوب. في المقابل أيضا يعني أعتقد ما وصل إليه قطر يعني من الحصار واستمراء القوة من دول الجوار، هذا كان نتيجة الحرب في اليمن، لأن اليمن فرض على اليمن حظر اقتصادي وجوي وبري وبحري لم يتكلم عنه أي إنسان، واستمروا الإخوان في الخليج ما يتم يعني من معاناة الشعب اليمني وتجويعه، فاتضح يعني لأن
الامريكان والغرب لم يتدخل لان اليمن ليس فيه بترول او نفط، ففكروا انه قطر حتكون بنفس الكيفيه كالشعب اليمني المغلوب على امره، فالان بيحاولوا يطبقوها في مكان اخر، واعتقد انها لن تجدي وستزيد من تفتيت المنطقه بشكل او باخر، وهذا ليس بصالحنا. طيب ايضا في هناك نقطه اخرى، يعني ساعود اليك دكتور، ساعود اليك وصلت النقاش الى الدوحه مره اخرى. ينضم الي من هناك الكاتب الصحفي احمد الشرقاوي. استاذ احمد مرحبا بك. اذا حديثنا حول المتوقع في قادم الايام بعد ان سلمت الدوحه ردها، اكيد ان الرد لن يستجيب لل 13 مطلبا او شرطا الذي وضعته الدول الحصار، سيستجيب ربما للحد الادنى الذي لن يرضي هذه الدول. واذكر فقط انه وزير الخارجيه السعودي عادل جبير بعد مرور 5 أيام فقط من المهلة اللي كانت 10 أيام أعلن أنه لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب ويجب تنفيذها بالكامل. الخطوة بدت وكأنها قطع طريق الحل. إذن كيف ستتفاعل، ستتعامل، سترد الدول المحاصرة لقطر بعد الرد القطري الذي قال أنه لن نستجيب لكل هذه المطالب وأن هذه المطالب تعجيزية ووضعت لترفض؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. وعليكم السلام، مرحبا بضيفك الكرام. الحقيقة أنه يعني هذه الأدنى نموذج ل يعني نظرية تحد الأصابع بين الأطراف المختلفة، وفي العرض السياسي واضح جدا منذ بدايه الازمه، يعني المتابع لها عن كثب يجد انه دوله قطر تعاملت بحكمه وبصبر وكانت تتحمل المبادرات بالتصعيد تاتي من الدول المحاصره لقطر. وحضرتك استشهدت انه اولا قبل تصريح الجبير بعد 5 أيام من المهله لكن هناك مطالب اصلا، يعني هم فرضوا الحصار كبير العصور الوسطى وبدون بقل ما يوصف به انه يعني انتهى منذ عهد طويل بين الامم المتحضره. لكن على اي احوال قطر لم تبادل الحصار ولم تبادل الاجراءات، وانما احترمت الوساطه الخليجيه والامير امير الكويت وهو عميد الدبلوماسيه العربيه، وكان يعني اطول شخصيه ظلت في منصب وزير الخارجيه لدوله الكويت طلع يصبح اميرا. وهناك احترام وتقدير شديد لدى القطريين سواء شعب وحكومه واميرا لامير الكويت ولوساطته، لدرجه انه امير قطر الامير تميم كان سيرد بعد ساعات من فرض هذا الحصار في خطاب كانت تذيعه قناه الجزيره والدنيا كلها كانت تتابعه، ولكنه احتراما للوساطه ابى الا ان يحترم هذه الوساطه. على رجل الاحوال يعني اللي انا عايز اقوله انه الدول المحاصره تستخدم اوراقها ما بوضعها من كل الاوراق الموجوده لديها، وهي بهذا تستنزف قوتها في هذا الامر، لانه يعني قطر تدرك انها لديها الحق وانها ليست مثلا لم تغزو دوله ولم تقوم بفعل مجرم دوليا ولم يثبت من يتهمونها بالوثائق وبالادله ادعاءاته ومزاعمهم ضدها، وبالتالي فهي لديها الحق، وهي يعني استيقظت على حصار من 4 دول وقطع من الخطوط وقطع لخطوط الطيران والمجال الجوي، وهي ادراك ما تتناقض مع القانون الدولي وعلى الاتفاقيات الدوليه، فهي لديها الحق في الاجراءات، وهي تقوم في اداره ذكيه وحكيمه لهذا الامر، وهي لا تفرط في استخدام اوراقها من يحاصرونها يسرفون في استخدام اوراقهم. لذلك الخطوه التصعيديه القادمه هو انهم سيلجاوا الى مشكله تركيا. طيب استاذ احمد، استاذ احمد الصوت مره اخرى غير واضح من المصدر، سيحاول الشباب ترتيب الامر معك شمس الدين. فيما يتعلق اذا يبدو انه كما ذكرنا منذ البدايه ان هناك نيه لحشر قطر في الزاويه، بمعنى القاء الكره في ملعبها والقول ان قطر رفضت شروط وضعت لكي لا تقبل كما قال الكثيرون. كيف ننتظر الآن تعامل قطر في قادم الأيام بتقديرك؟
قطر الآن حسب بعض التسريبات قامت بهجوم معاكس، هي قالت نحن لا نرفض القائمة ولكن نحن نرفض الأوامر التي لا يمكن تطبيقها والتي تدخل في انتهاك سيادة الدولة وقرارها الداخلي والخارجي. التسريبات تقول أن قطر عبرت عن استعدادها لمناقشة بعض المسائل وخصت يعني الملف الإيراني، وأكدت أن العلاقات القطرية التركية والقاعدة العسكرية التركية هي غير قابلة للنطاق، أيضا أن قناة الجزيرة غير قابلة للتفاوض، أي أن إغلاق قناة الجزيرة لا يمكن. أكدت أنها ستتناقش في المطالب أو الأوامر بخصوص علاقتها بالجانب الإيراني، نفت أي وجود لعناصر من الحرس الثوري على أراضيها، نفت تمويلها أو دعمها لأي جماعات إرهابية مصنفة إرهابيا وفق مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأكدت بعض المصادر أن قطر وافقت على عدم إخراج قيادات الإخوان المسلمين الموجودين في الدوحة، وإنما على عدم تدخلهم في الشأن الخليجي ومهاجمة الدول الأخرى. قطر هي الآن في موقف حرج وموقف قوي في نفس الوقت، حرج من ناحية أنها محاصرة بريا وجويا وبحريا، والكل الآن يعني ينهش لحمها، وهي قوية من ناحية أن هنالك هبة شعبية قطرية مستندة لقيادتها، وهنالك أيضا تعاطف عربي كبير جدا وهو غير مسبوق على حسب متابعتي لقطر. هنالك تأييد كبير من كل الدول ومن كل الشعوب العربية، حتى التي قطعت دولها علاقاتها، الشعب المصري بخلاف اللجان الإلكترونية، والشعب السعودي بخلاف اللجان الإلكترونية، وكذلك الإمارات وغيرهم، هم عبروا عن رفضهم بهذا الحساب خلال الأيام الأولى، وهو ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ الإلكترونية من ناحية استنفار هذه اللجان، ومن ناحية تهديد المشايخ وتهديد كبار الكتاب وتهديد كل من يساند قطر. الجانب القطري الآن هو في موقع لا وفي موقف لا يحسد عليه. كل السيناريوهات كما سبق وذكرنا مطروحة إلا السيناريو العسكري مثل ما شرح ضيفك الكريم في هذا الوقت بالذات، لكن قطر قادرة على مزيد من المناورة خاصة أمام التململ وعدم وضوح في الموقف الرسمي الأمريكي. نعم. ومع تسلم وزير الخارجية ريك تيلرسون مقاليد التفاوض، وأمام الكارثة الدبلوماسية التي تسبب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحاته اللامسؤولة وبتصريحاته التي لم تكن طيب. رصينة ومتنة وفاهمة لما يحدث في المنطقة العربية. طيب دكتور حميد، فيما يتعلق بأحد هذه الشروط وهو مسألة القاعدة التركية، قطر رافضة إلى حد الآن إغلاق هذه القاعدة، وتعتبر هذا من حقها كدولة أنها تبرم اتفاقية ثنائية مع أي دولة، وتقول في ردها وبعض التسريبات أن هذه دولة مسلمة وهي موجودة في أرض مسلمة، وليس هناك في القانون ولا في الدين ما يمنع وجود مثل هذه العلاقة. هل تتصور فعلا أن وجود القوات التركية في قطر هو أحد أهم الضمانات لإلغاء واستبعاد تقريبا تماما الخيار العسكري؟ لأنه في حديث على أنه البحرين ستتحول إلى قاعدة كما ذكرنا في البداية، وأنه بعد 72 ساعة من الرفض ربما تكون هناك حملة أو عملية عسكرية. الجهات المقاطعة الأربعة معهم مصر لم تذكر شيئا، لم ترفض هذا الكلام، لم ترد عليه، ولم يعني ليس هناك رد واضح. هل وجود القاعدة التركية والجنود الأتراك هو شكل من أشكال ضمانة وتأمين لقطر؟ بلا شك، يعني هو إذا قارنت الأزمة الآن الموجودة الآن وما حدث في 2014، يعني قطر في 2014 استعانت للشروط الخليجية بشكل مباشر وعرفت أن فيها في خطر، رغم أنه هناك قاعدة أمريكية، والقاعدة الأمريكية أتت بها قطر كي تحمي قطر من التدخلات السعودية وغيرها.
إلا أن الأمريكان يناورون على عملية الابتزاز، يحاولون يعني إيه أن يحصلوا على قدر كبير يعني مبالغ ضائلة جدا جدا مقابل الحماية، تمام؟ فاللي حدث إيجاد القاعدة التركية كان يعني تفكير سليم جدا جدا. عملية تركيا، عملية وجود القاعدة ليس معناته أن القوات اللي موجودة هي اللي هتقاتل على الأرض، لا سمح الله لو حدثت حرب معناته إذا تم مهاجمة القوات التركية حيكون تدخل تركيا بشكل مباشر. فعملية يعني إيه يعني الآية الكريمة يعني ولولا دفع الله الناس بعضها ببعض لهدم الصوامع وجامع وبيع ومساجد، هذا هو اللي موجود الآن. يعني عملية وجود تركيا الآن هو ضمان لعملية يعني استقرار المنطقة. أنا اللي أعتقد أنه أيضا في سيناريو آخر، يعني إحنا بنتكلم دائما ونبعد يعني يعني إيه ولا نتكلم ولا نخوض في الدائر أو المدير الأساسي في المنطقة الذي يدير المنطقة بشكل عام وهي الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن لأي من دول الخليج يعني قاطبة أن تتخذ قرار بدون الرجوع إلى القرار الأمريكي. هنا القرار الأمريكي فيما يخص الأزمة يعني إيه يلزم موقف المتفرج والصامت لشيء واحد، لأنه الموقف الأمريكي قبض من بعض الدول العربية مبالغ هائلة من ضمنها السعودية 560 مليار. الآن يريد عملية ابتزاز الدول الأخرى عن طريق الضغط من دولة بعض الدول على الدول الأخرى حتى يتم امتصاص يعني مبالغ خيالية، وفي حينه سيتدخل ويقول يعني فضوا الخلاف، وسيفهم الجميع أن الخلاف يجب أن ينهى، تمام؟ في المقابل أيضا يعني ما وصلنا الوضع اللي وصلنا إليه هناك مقدة مهمة جدا جدا، هي عملية يعني انعدام الديمقراطية في هذه الدول. يعني عملية لو كان في هناك ديمقراطية قبل أن تعمل حصار على قطر أو غيرها إذا كانت هناك في برلمانات منتخبة ستناقش ما هي الأضرار التي تتسبب بها قطر على سبيل المثال أو غيرها، ومن حق البرلمان أن يناقش إذا كان هناك يعني خطر من هذه الدولة أو عدمه. للأسف لا يوجد هناك، لا زلنا نعيش في هذه المنطقة، هؤلاء الناس لا زالوا يعيشوا يعني بعقلية القرون الوسطى، ولا زال هناك عملية يعني الأمر يعني الطاعة ويعني الاستسلام لأي قرارات تتخذ، ويمنع أيضا ويجرم عملية مناقشة هذه القضايا. معناته إذا أنت بتجرم عملية النقاش معناته أنه عندك خطأ في نفسك. يعني إذا كنت أنت سليم في طرحك هنا، شو على سبيل المثال في أي مكان في الغرب قبل أن يذهبوا إلى حرب في أي مكان يعني إيه يأتوا بالشارع ويطلعوا على الموجود ويحذرون الأخطار وما إلى ذلك، والبرلمان في حينه بعدين يتخذ القرار. المشكلة اللي موجود هناك لا يوجد لا برلمان ولا رأي حتى للشارع، حتى يعني الآراء التي في الإلكترونية يعني عملية التواصل الاجتماعي الآن محرمة. يعني معناته إذا أنت تحرم طيب. معناته أنت خايف إن في حاجة غلط عملتها يعني، تمام؟ فهذا هو لب القضية، يعني انعدام الديمقراطية، الابتزاز الأمريكي اللي موجود ونحن لا زلنا نراهن على أمريكا. يا أخي موجود هنا قاعدة في أمريكية في العديد، ليش ما تطالب الدول العربية برفعها؟ إحنا مش عايزين قواعد. يعني شو معناته يعني تركيا حرام ولا الأمريكان يعني محلل لهم يعني يستعمرونا؟ شمس الدين، أعود إليك فيما يتعلق بمسألة التحريض الإعلامي، البعض ربما يسميه التحريض الإعلامي. صحيفة عكاظ السعودية تتحدث عن حكومة قطر جنت على شعبها ويجب دفع ثمن. أضف إلى ذلك صحيفة الوطن نفسها السعودية تتحدث على أن رفض المهلة من قطر هو اختيار قطري لطريق الشر. أضف إلى ذلك الحديث عن الآثار السلبية لرفض قطر ويعددونها، ربما على رأسها مسألة إخراجها من البيت الخليجي مجلس التعاون. يتحدثون عن الارتماء في حضن الدول الطامعة ويقصدون هنا إيران وتركيا. يعني صارت تركيا، إيران الجميع ربما عنده خلاف معها، لكن دولة تركية كان مرشح أنها تشكل محور قوة بينها وبين السعودية وباكستان في وقت معين من أجل حتى الثورة السورية وإسناد الثورة السورية، والسعودية ما زالت علاقتها جيدة خلنا نقول لحد الآن بتركيا، تعتبر في عرف بعض الصحفيين السعوديين دولة طامعة في 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 المنطقة. أضف إلى ذلك شروط كثيرة. هذا التحريض الذي يسميه البعض تحريض إعلامي على دولة قطر، ما المقصود منه؟ هو زيادة إخضاع قطر لهذه المطالب، أم تبرير ما يمكن أن تتخذه هذه الدول المحاصرة من إجراءات في المستقبل
وربما حتى تكون إجراءات عسكرية، إجراءات قوة يعني. لنكون متفقين قبل كل شيء، أن الإعلام السعودي والإعلام الخليجي والمصري خلال هذه الأزمة أثبت أن أخلاقيات المهنة ديست، وأن أنهم لم يسبق لهم، يبدو أنهم درسوا هذه الأخلاقيات وهذه الأسس في التعامل مع الأزمات الدولية أو الأزمات الداخلية. وتالي الإعلام السعودية المحلية وكذلك الدولية الصادرة في لندن على غرار صحيفتي الشرق الأوسط والحياة انحازت لموقف دولها بدون مراعاة أي ضوابط وبدون مراعاة أي أخلاقيات وبدون مراعاة الشعوب في الواحدة. السؤال المطروح اليوم، ما هو موقف هذه الصحف التي حرضت والتي وصفت القطريين وقيادتهم وجيشهم وكل ما يتعلق بالقطريين من وكل ما يتعلق بقطر من شيء؟ أريد أن أسألهم ما هو موقفهم إذا ما وصلت شمس الدين، في إشكال في الصوت، الصوت غير واضح مرة أخرى. إلى فلسطين الآن معي من هناك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصطفى الصواف. دكتور مصطفى مرحبا بك، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور مصطفى. فيما يتعلق بهذا الملف، هذه الأزمة الخليجية وحديثنا عن السيناريوهات الآن بعد أن انتهت المهلة، يعني سؤال يطرح منذ بداية الأزمة، بداية من المستهدف؟ يعني هل هو فعلا قطر، هذه الدولة الصغيرة في مساحتها في نهاية الأمر، هي المستهدف، أم أن هناك أهداف أخرى تريد الدول المحاصرة ومن يدعمها ومن يحرضها تريد تحقيقها، ولكن في ظاهر المشهد هناك الحرب على قطر لأنها تدعم الإرهاب أو تدعم بعض الجماعات المتصفة الموسومة بالإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعتقد أن القضية أكبر من قطر، القضية أكبر حتى من الدول التي فرضت حصارا على قطر، سواء البحرين التي تعد مقاطعة داخل السعودية أو الإمارات أو حتى السعودية. لذلك هناك مخطط على ما يبدو فيه الهدف المعتقد، الهدف منه هو تغطية القضية الفلسطينية، ولكون هي الدولة العربية الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة والذي فيه المقاومة والتي هي مستهدفة أساسا من قبل ما يسمى بالإدارات الأمريكية وبعض التحالفات العربية التي تسير خلف الإدارة الأمريكية. ولذلك من هذا الباب جاء هذا الحصار، جاء هذه القرارات لكي تخضع قطر لإملاءات السعودية، وكأنها إحدى المدن التي تعيش تحت إمرة آل سعود، وليس كدولة مستقلة لها شأنها ولها جيشها ولها سيادتها. وهذه تأتي من باب دكتاتورية النجوم العربية التي تريد أن تهيمن على العالم العربي. بالأمس كانت مصر، اليوم تريد أن تلعب نفس الدور، ولذلك هي تريد أن تفرض إرادتها على الجميع وخاصة على دول الخليج، وهي ضد أي دولة من دول الخليج خالف وجهات نظرها. وأعتقد أن هذا زمن قد قضى ولا يمكن أن يعود. نعم. طيب أستاذ مصطفى، أثر هذه الأزمة الخليجية على القضية الفلسطينية، لأنه الكثير قال أنه أحد أهداف كذلك وأحد المستهدفين من الأزمة الخليجية من وراء قطر هو القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى،
هو مسألة اتفاقية السلام التي ممكن أن تبرم مع الدول الخليجية، قد تكون الإمارات، قد تكون السعودية نفسها، وهناك عمل حثيث الآن على تهيئة الجو لهذه الاتفاقيات. هل فعلا أكبر المتضررين من هذه الأزمة بعد الدوحة طبعا هي القضية الفلسطينية وعلاقتها بالخليج أساسا؟ نعم، أنا قلت ربما من البداية أن المسألة أكبر من قطر، وإن كانت قطر هي المتضررة، ولكن المتضرر الأكبر هو القضية الفلسطينية. في النهاية الخلافات الخليجية يمكن أن تحل، لكن تأثيرات هذه الخلافات تكون على القضية الفلسطينية، خاصة بعد قصف الرياض، قصف الجزية والإرهاب التي أدارها ترامب الأمريكي، والتي هدفت إلى حماية أمن الاحتلال الإسرائيلي، هدفت إلى إجراء عمليات اعتراف وتصفية من دول الخليج الكيان الصهيوني على حساب من؟ كل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. ثم هناك ما يلوح في الأفق حديث عن تصفية أو صفقة كما يسميها ترامب صفقة القرن، من أجل إنهاء القضية الفلسطينية في خمس سنتينات، واحدة تتبع للإدارة الأردنية وأخرى تتبع للإدارة المصرية، ويعود تعود الأراضي الفلسطينية لثلاثة احتلالات: الاحتلال الصهيوني والاحتلال الأردني والاحتلال المصري. نعم أستاذ مصطفى، أنا لا يقبله الشعب الفلسطيني إطلاقا. أستاذ مصطفى، لكن هل استشعار لحماس أساسا الموجودة في غزة، استشعارها لهذا الخطر الذي ربما ينتج عن أزمة الخليج، هل هو السبب الرئيسي في دفعها نحو إجراء نوع من التوافق أو الاتفاق مع دحلان كما يروج الآن، ومع السلطات المصرية، وقبولها بأشياء ربما ليس عليها إجماع حتى في الداخل الفلسطيني؟ يعني أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى الصواف راح الخط، انقطع الخط مرة أخرى. دكتور حميد، فيما يتعلق بمسألة المنطقة، أنت أشرت قبل قليل إلى هذه المنطقة العربية التي هي منذ تسعينات القرن الماضي وهي في حروب، منذ الخليج الأولى الثانية إلى حد الآن، آخرها ما يحصل الآن في سوريا. لماذا، السؤال المطروح الآن، لماذا هذه المنطقة دائما ما كانت منطقة سهلة التجزؤ، سهل تفريقها، وكذلك سهل إثارة الحروب الطائفية داخلها؟ والله السبب الرئيسي يكمن في وجود أنظمة غير منتخبة، أنظمة تراهن على وجودها بالضمانات الغربية أكثر من شعوبها، تمام، لا تركن على شعوبها، يعني خايفة من شعوبها بشكل أو بآخر. واتضح يعني عملية يعني التغييرات الأخيرة في السعودية، والتي يعني دفع فيها 560 مليار كي يدعم يعني ترامب محمد بن سلمان يصبح ولي العهد، يعني تمام. فيعني الشارع لم ينال شيء من الكيكة يعني التي قسمت، يعني ليس هناك برلمانات منتخبة، فمن السهولة بمكان يعني اختطاف هؤلاء الزعماء والقادة وتسييرهم بالطريقة التي يريدها الغرب، وهي امتصاص الثروات العربية، وهذا يعني شيء واضح. عملية الآن ما يروج له يعني في عملية المشاكل الأخيرة أكثر من هذا، أن هناك يروج لعملية يعني الشيطان الأكبر وهي إيران، وعملية ضرورة يعني إيجاد حرب يعني شاملة بين السنة والشيعة، وهذا يعني ما للأسف بزعامة من؟ بزعامة الكيان الصهيوني. الآن الكيان الصهيوني يعني ومن ضمن الشروط وعملية القضاء على يعني حماس أو يعني إبعادها من الدوحة وما إلى ذلك يأتي في هذا الإطار. لكن أنا أود أن أشير إلى نقطة هنا مهمة جدا جدا. أعتقد ما يحدث الآن هو انتصار يعني الحرية والإرادة العربية في معاقبة قطر. ليش؟ لأن لنا الآن الإعلان القطري أو الإعلان العربي متمثل في يعني القنوات التي تدعمها قطر عنده كامل الحرية الآن، بيتكلم عن الغسيل، بينشر الغسيل التي يتم يعني موجود في هذه الدول يعني العربية بشكل عام، وهذا يعني كان محجم في عدم وجود. الآن عملية أنت بتحاصر يعني من البر والبحر، بس الإعلام الآن له أفقه، وأصبح المشاهد الآن يعني العربي سواء في أي مكان يجرم
في دول الخليج إذا شاهد هذه القنوات معناته أن هناك مشكلة. الناحية الثانية عملية يعني إيه هي انتصار للصحافة العربية. ليش؟ لأنه أصبح الآن هم الذين المسموح لهم يكتبوا في الصحافات هذه بالدول التي يعني ممانعة هم هؤلاء المرتزقة أو الناس التي يعني إيه الأقلام المأجورة. بدليل أن هناك الآن كاتب في السعودية أله الملك إلى درجة تهليك الملك. نعم. والآن عملت في تحقيق حول الموضوع هذا. فأنت كمواطن إذا لم تجد هناك نوع يعني مساحة بسيطة جدا. نعم. جدا للرأي الآخر معناته بتستهجن اللي موجود ما بدأ منش فيه. في هذا الإطار الدكتور حميد أثرت نقطة مهمة جدا أسأل عنها زميلنا في تونس شمس الدين. شمس الدين، لماذا هذا الإصرار على يعني هذا علاقة دبلوماسية والدول بين بعضها تطلب أشياء دبلوماسية سياسية، لماذا وصل الأمر إلى المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة؟ لماذا وصل الأمر في مصر إلى حجم أكثر من 21 موقع وقناة تلفزية؟ لماذا في الإمارات هناك خطية مالية وهناك سجن يصل إلى 15 عاما لو تكلموا ضد الحصار؟ في السعودية يصل السجن إلى 5 سنوات. لماذا وهناك طبعا رقابة مشددة الآن على كل وسائل التواصل الاجتماعي أساسا في السعودية وفي الإمارات، لماذا الأزمة السياسية ولكن يصل الأمر إلى البعد الإعلامي؟ هل للبعد الإعلامي كل هذه القوة أم أن هذه الدول تريد أن تكتم صوتا ربما خشيته منذ بداية ثورات الربيع العربي سنة 2011؟ ببساطة أستاذ سمير، لأنهم خائفون، هم يخافون من كل ما يتعلق بالكلمة الحرة أو الكلمة المخالفة بسلة. أعود فقط للتعريف عن سؤالك السابق، هذه الوسائل الإعلام الخليجية والمصرية التي انخرطت في هذه الأزمة واختلقت عديد الشخصيات وعديد القصص التي أثبت الواقع وأثبتت الأيام أن لا أساس لها من الصحة، من ناحية أن أمير قطر سيهرب، ومن أن الحرس الثوري يؤمن القطر، ومن ناحية المعارضين القطريين الذين سيتولون السلطة، وغيرها من المقالات والتقارير. توصل الأمر بأحد الكتاب السعوديين للتهديد باغتيال أمير قطر، يعني صراحة. نعم. هؤلاء لم تحرك الجهات الرسمية أي يعني ساكنة لردعهم، بخلاف صحيفة الرأي التي أساءت لصحيفة الرأي القطرية التي أساءت سابقا لهيئة كبار العلماء المملكة ووصفتها بهيئة كبار المنافقين، ورأينا الضجة التي أحدثتها في الرأي العام القطر الذي رفض هو بدوره هذه الإساءة وقال نحن لا ننزلق إلى ما انزلق إليه الآخرون. هذه وسائل الإعلام التي حجبت والتي يريدون إسكاتها هي تعبر عما يدور بداخل الشعوب، هي تنقل جزءا من الحقيقة وليست الحقيقة المطلقة والحقيقة الكاملة لما تعيشه هذه الشعوب العربية قبل الثورات وبعد الثورات بكافة وسائل أعلام النظام التي تطبل وتهلل ويعني يصل بها الأمر إلى تأليه الملوك وولاة الأمور. وسائل الأعلام هذه كانت تؤلب الرأي العام الداخلي في قطر في السعودية عفوا وفي مصر وفي الإمارات ضد أنظمتهم التي وصلت يعني فاحت رائحتها ونشر غسيلها الإعلام الأمريكي والإعلام البريطاني والإعلام الفرنسي قبل أن تتجرأ الجزيرة وتنشر بعض الغسيل مما يمكن أن تنشره. واضح واضح جدا نراه خلال الأيام القادمة. نعم. شمس الدين النجاز الكاتب والصحفي كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. مشاهدينا الكرام الآن سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود نفتح فيه الخطوط ونشرع في تلقي الاتصالات. الأرقام ظهرت سابقا وستظهر لاحقا، تتواصلون معنا عبرها، والموضوع هو الأزمة الخليجية وما لكم أنتم موقفكم أنتم مما يحصل في علاقة قطر بهذه الدول المحاصرة. فاصل قصير ونعود، فتفضلوا بالبقاء معنا.